الأستاذ زبير السعيدي المحامي سرياتي، نرجعوا لك بعد مدة باش نشوفوا واش فما من جديد، خصوصا في ملف القناصة. خاطر المرة الأخرى عطيتنا باستا، قلت لي ما فماش قناصة لكن فما قنص. تحب نحب الفكرة دي تتبلور. مرحبا بك. مش نقول لك، هو سبق وان قلت لسيادتك انه القناصه ما فماش، صحيح، لكن فما شكون استعمل القنص، واللي استعملوا القنص يبدو من خلال التحقيقات، ولو ان مازالت ساريه سواء كانت جرات في لدى المحاكم العدليه ولا لدى المحاكم العسكريه. توا راهو المحاكم العدليه تخليت المحاكم العسكريه، نجم نتكلم معاك على اللي صار في المحاكم في لدى عميد قضاء التحقيق اللي تخلى على كامل ملف في المحكمة العسكرية. شنو اللي صار؟ باش نفسروا العملية هذه، ونفسروها كما قلت لك من خلال تصريحات المنوب وبعض الشهود اللي تمكننا من الاطلاع على تصريحاته. شنو اللي صار؟ صار وأنه فما إطارات أمنية تلقات أمر باستعمال الرصاص. يبدو أن الوزير السابق ما ذكرش بتطبيق هالأمر ذايا طبقا للقانون عدد 4 لسنة 69. الشيء ذايا الأبحاث خلات تحصر من استعمل الرصاص بدون احترام القانون في عديد الأشخاص، ذكرت بعض الأسماء متاعها في قناة مرئية أجنبية. أني شنو اللي يمنعني باش ما نقولكش ولو أني نعرف ومسجلين قدامي؟ شنو اللي يمنعني؟ يمنعني القانون. و معناها فما أسماء متاع قناصة مارسوا القنص لكن القانون يمنع أنك تقول عليهم. فما، والممارسة هذه ربما كانت عن طريق كانت نتيجة تسرع الوزير السابق في إصدار مثل هذا الأمر، مثل هذا الأمر. والغريب أن الوزير السابق صار إطلاق رصاص في عهد ترأسه على وزارة الداخلية، حدث سليمان وحدث الحوض المنجمي إلى آخره، وما بقى يبدو أنه تعود، ما تمتش محاسبته. يمكن المرة هذه الأمر، المرة ذي الأمر يختلف. الشيء زاد اللي باهي ينضج الصدر أنه رغم الصعوبات اللي ما تمكناش من خلالها تصوير الملف كامل، تحصلنا على الرسالة هذه مديتك بها صادرة عن أمير لواء علي السرياتي وبخط إيده، يستنكر هالأمور أذية ويستنكر تمرد هالتمرد على القانون. 22 جانفي 2011، سيدي قاضي التحقيق دام حفظه، بعد التحية والاحترام أتشرف بأن أرفع إليكم أنها مرت اليوم 8 أيام عن إيقافي من طرف الجيش الوطني بالقاعدة الجوية العسكرية العوينة، وذلك يوم الجمعة 14 جانفي 2011، وقد رافقت يومها الركب الرئاسي كعادتي عند كل التنقلات الرئاسية إلى القاعدة الجوية، وهناك تم تأمين قلاع الطائرة الرئاسية وعلى متنها الرئيس وأفراد عائلته، وذلك من طرف وحدات الأمن الرئاسي، لما بلغنا يومها من معلومات متأكدة أنه تم الاستيلاء على مطار تونس الدولي من طرف عناصر متمردة من الشرطة والحرس الوطني قصد القبض على أفراد عائلة الطرابلسية. بعد ذلك مكثت بالقاعدة الشرقية الشرفية للقاعدة الجوية العسكرية بالعوينة في انتظار وصول طائرة عسكرية لحمل أفراد عائلة ابنة رئيس الدولة السيدة غزوة وبعض أفراد من أشقاء حرم الرئيس إلى جربة حسب ما كلفت به، وما راعني إلا تقدمت مني كتلة من أفراد الجيش وأخذوا مسدسي الفردي وهاتف الجوال وقالوا إن لهم تعليمات بإيقافي دون أن أفهم السبب، وذلك بحضور السيدة غزوة وزوجها وأبنائهم، ثم اقتادوني تحت الحراسة إلى مكان أجهله أين مكثوا بحالة إيقاف وأنا خالي البال مما يحدث، لأنه لم يعلمني أحد بما جرى، وظننت أن إيقافي مرتبط مباشر الرئيس. ومن الغد أي السبت 15 جانفي والصدفة سمعت عن طريق التلفزة التونسية أن عناصر من الأمن الرئاسي تمردوا وقاموا بأعمال إجرامية ومخالفة للقوانين. حضرة الجناب سيدي قاضي التحقيق، إني أستنكر هذه التصرفات ولا أوافق عليها أبدا، ولم أعطي أي تعليمات في هذا الاتجاه، بل إن هذا تمرد وعصيان ضد القيادة والقانون. لذا
وبما أني أصبحت منذ مثولي أمامكم على ذمة التحقيق، أستسمحكم الإذن بالطريقة التي ترونها ممكنة أن أرفع قضية عدلية قصد تتبع كل العناصر التابعة للأمن الرئاسي التي غادرت مواقعها الدفاعية حول القصر دون إذن مني، خاصة ونحن في حالة طوارئ، وكذلك تتبع من تثبت أنه في غيابي أعطى تعليمات مخالفة للقوانين والتراتيب المعمول بها. وفي هذا الصدد يمكن الاستعانة بالتسجيل الصوتي والمرئي الموجود بقاعة العمليات الأمن الرئاسي، والذي يحتوي على جميع المكالمات الهاتفية واللاسلكية لذلك اليوم، وللجناب سديد النظر مع فاق الاحترام والتقدير علي السرياتي المدير العام للأمن الرئاسي. باليقين أن أعوان الرئاسة والأعوان الإدارة العامة تاع حماية أمن الرئيس وحماية شخصية رسمية ما كانش مورد فيهم حتى حد. معناها حسب القائمة الإسمية اللي بالقناص الموجودين ما فيهم حتى واحد من الأمن الرئاسي. هذا شيء تقريب شبه مؤكد. وال 500 مليون تو هذه اللي خرجها لنا رئيس التقسيم تاع لجنة الفساد وكذا. والله هي نصف الحقيقة هذيك، صحيح فما 500 مليون تسلمت الإدارة العامة المشتركة في الرئاسة وتوزعت على أعوان الرئاسة، ويبدو أن الرئيس المخلوع كما قلت قبل كان يراوغ الجميع، كان يحب يشجع الأعوان اللي باش يقبلوا أعوان من الرئاسة يقبلوا أنهم يهبطوا لشارع بورقيبة باش يتصداوا المظاهرين بعد ما يكون الأمر اصدر على أمير اللواء علي السلاتي. علي السلاتي الأمر ذا رفضوا بتمسكه بالقانون أولا، بمهمته الأمنية والسياسية، ثم بتوخيه الحذر وتطبيق كل المراحل التي ينص عليها القانون عدد 4 لسنة 69. من ال 500 مليون فرقها فرق على الأعوان والإطارات من غير شرط عليهم أنهم يهبطوا ويضربوا العباد في بالعكس. الرئيس في المخطط بتاعه في النية بتاعه كانت لي توريد أعوان الرئاسة في الشيء هذا، وبالتالي توريد السوريات، لكن السورياتي متحصنوا بالقانون وما مش يعني مش موزع عليه الوطنيه، مش موزع الراجل عنده بكالوريا وقاري ودبلوم عالي من سنه من اخر الستينات، ماهوش الرئيس السابق اللي مش ينجم يخليه يحيد على المبادئ وعلى شرف الضابط العسكري. رضا قريره شنو علاقته بالحكايه؟ رضا قريره غريب، وزير مثلا وزير الداخليه السابق يتوقف ورضا قريره مازال حر طليق رغم التصريحات التي أطلقها في الوسائل الإعلام والتي مبدئيا تفندها ما تضمنته رسالة السورياتي الموجهة للسيد عميد قضاء التحقيق. وهناك رسائل أخرى كما قلت لك ما نعرفوش عددها قديها، ماني متأكد على الأقل أنه فما واحدة وأعداد صفحات يفوق الستة، لكن قديش من رسالة ما نعرفش. والرسائل هذه تقريب موجهة لعدة شخصيات يعرفوا، لو كان يربطوا شخصيات تصريحات الشخصيات هذه ويربطوها بالأحداث لا سيتمكن كامل أفراد الشعب التونسي وخاصة المهتمين بالشأن العام والشأن السياسي سيفهمون الحقيقة ويفهمون ماذا حدث تقريبا وبصورة كلية في يوم 14 وما سبقه.